استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالمخيم السلطاني بساحل مكارم بولاية صحار عصر يوم الأحد رئيسة وعضوات اللجنة المنظمة العليا لندوة المرأة العمانية، ممن كان لهن دور فاعل في التحضير والإعداد وتنفيذ الندوة، والتي نظمت بتوجيهات سامية من المقام السامي لجلالة السلطان المعظم في الفترة من 17 إلى 19 من أكتوبر 2009 بساحل مكارم بولاية صحار برئاسة معالي الدكتورة شريفة بن خلفان اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية. حضر المقابلة معالي السيد علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، ومعالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية. Thank you.